أنتم بخير وأنت بألف خير يا أخي عمر. وأخيرا يس ضبطت الحمد لله. الاتصال بكم وأخيرا الحمد لله الحمد لله. بمحبة الله ورسوله. وعليه الصلاة والسلام. الحمد لله يا نحبكم في الله أخوكم عمر. والله وإحنا تاني نحبوك هنا العزيز. أخوكم مبصر من قلبه، أنا أخوك عمر كفيف. الله يخليك. ونبغيكم في الله ومتابعكم. الله يعزك. صليت التراويح ورانا احنا بخير. يكفي انك تشوفنا بقلبك، يكفي نشوفكم انك نشوفكم نشوفكم راني نشوفكم بقلبي يوميا، راني متبعكم بالقلب تاعي. ربي يخليك ان شاء الله. ان شاء انا الله والزوجة تاعي ربي يحفظها والوليدات ان شاء الله. وانا يحفظها. اخوكم عمر كفيف. وكنت اقول للزوجة تاعي، قلت لها شوفي انا عاطل على العمل، مش عامل بصح، قلت لها امنيتي نفوز اليوم ونهدي لك هذه الرحله في بلاصه ما هديت لك والو طيله 21 سنه تاع زواج. قلت لها ان شاء الله نفوز اليوم ونهدي لك بهذه الرحله، نهديها لك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شوفي الاخت، ربي انا ندعي لكم ربي المجمع الشروق اولا وقبل كل شيء ان شاء الله. ربي يتقبل منا الصيام والقيام. امين يا رب. والخير للبلاد والعباد ان شاء الله. امين. يا ربي اللي مريض الله يشافيه. امين. يا ربي اللي في امنيته كاش حاجه الله يوفيها له. رانا في نصف شعبان، نصف رمضان، دعاء مستجاب. الله يوفيكم امانيكم ان شاء الله. وراني معاكم خوكم، ودائما راني ندعاكم في الغيب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. راني نسمع في اختي، راني نسمع فيك. ما عرفتش ايش نقول. من الغير راني. انا نخوك، انا الاخ تاعك، انا راني اخوكم، اخو الشروق، اخو الجزائر. دبري كما عملتي، كما ساعدتيني، ربي يجازيك ان شاء الله يا ربي. انا نتمنى، انا شخصيا نتمنى انك تفوز معنا برحله الى البقاع المقدسه ان شاء الله. امين امين يا رب. ابعث فقط رساله، ابعث فقط، دير هذه برك على خاطري. ابعث رساله فيها كلمه ساهو بالعربيه ولا بالفرنسي، خلي ولادك يبعثوها على رقم انا ونبعثها معك. احنا كاع راح نشاركوا معك بربي ان شاء الله، إن شاء ونقدروا نفرحوك ونبعثوك رحله العمر اللي الكل يتمناها، وشكون ما يحبش يروح ويدير عمره ويزور بيت ربي. ان شاء الله يا رب تكون من نصيبك.